السلام عليكم أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية وأن تقضوا أسبوع مليء بالعلم والاستفادة والمتعة. ترحب مدرسة الريانة باستقبال طلابنا للروضة الأولى لهذا الأسبوع على النحو التالي: يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، مجموعة A، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 18 ظهرا. يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر، مجموعة B، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا. أما بخصوص دوام الطلاب للروضة الأولى الأسبوع القادم يكون كالتالي: يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر حتى يوم الأربعاء، مجموعة A، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا. يوم الخميس سيكون التعلم عن بعد عبر تطبيق التيمز. بخصوص مجموعة B، نبدأ من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر حتى يوم الأربعاء بالمدرسة، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا. يوم الخميس سيكون التعلم عن بعد عبر تطبيق التيمز. متمنين لجميع طلاب الروضة الأولى بقضاء عام دراسي سعيد ومفيد إن شاء الله. أبنائي وبناتي الأعزاء، بخصوص الجندل الطيب، نود أعلمكم أنه بنهاية كل أسبوع يوم الخميس سيقوم الأخصائيين الاجتماعيون بمدرسة الريانة بالإعلان عن أسماء الطلاب الفائزين على برنامج التيمز والطلاب الحاصلين على جوائز Growing Hearts and Mind Together لكل مرحلة دراسية. كما يجب توفر بعض الشروط اللازمة في الطلاب الفائزين. على سبيل المثال، الطلاب الذين أظهروا القدرة على دعم الآخرين، الطلاب الذين لديهم مهارات تواصل جيدة، أيضا الطلاب الذي أظهروا أنهم منظمون ويستمتعون أثناء التعلم. سادة أولياء الأمور الكرام، ننتقل الآن إلى آلية تسليم وتسلم الأجهزة الإلكترونية للطلاب من صفوف الروضة حتى الصف الرابع فقط. إجراءات وشروط رفع طلب جهاز الحاسوب. شروط الاستعارة: تعطى الأولوية للأسر ذات الدخل المحدود. أن يكون ولي الأمر لم يسبق له استعارة أي جهاز إلكتروني من أي مدرسة تابعة لدائرة التعليم والمعرفة. في حال وجود أكثر من طفلين لولي الأمر في نفس المدرسة، يشترك كل طفلين بجهاز إلكتروني واحد. بخصوص الوثائق المطلوبة: شهادة راتب من جهة العمل أو رقم المستفيد في برنامج أبو ظبي للدعم الاجتماعي إذا كنت من المستفيدين. ثانيا، كشف حساب من البنك لآخر 3 شهور. ثالثا، تعبئة استمرار طلب الاستعارة جهاز إلكتروني. يرجى الحضور للمدرسة لاستلام الاستمارة من موظف الأمن. تقديم الطلبات: على ولي الأمر تقديم الطلب من خلال المدرسة فقط. على ولي الأمر استكمال جميع الأوراق المطلوبة. ستقوم المدرسة برفع الطلب إلى الجهة المختصة بعد استيفاء الطلبات. ملاحظة: يرجى العلم بأن تقديم الطلب لا تعني الموافقة على إعارة الجهاز، وستتواصل معكم المدرسة لإعلامكم في حالة فور صدور القرار من الجهات المختصة. بخصوص استمارة طلب الاستعارة، يرجى منكم ملء البيانات المطلوبة بالاستمارة على النحو التالي: تاريخ تقديم الطلب، اسم ولي الأمر، رقم الهاتف المتحرك لولي الأمر، رقم هوية ولي الأمر، عدد الأبناء الملتحقين في مدارس الشراكة. معلومات بخصوص الأبناء: عدد الأبناء بالمدارس، ويرجى ذكر اسم كل طالب، اسم مدرسة الشراكة المسجل بها الطالب، رقم الهوية والصف الدراسي. يرجى تسجيل أسماء الطلاب الملتحقين بمدارس الشراكة فقط. أما بالنسبة للأجهزة للصفوف من الخامس حتى الصف السابع، نرجو منكم التفضل بالحضور إلى المدرسة لإعادة الجهاز الإلكتروني أيباد أو تابلت الذي تم إعارته لكم في الصف في الفصل الدراسي الماضي. ثم بعد الاستلام، ستقوم المدرسة بالتواصل معكم لتوزيع جهاز جديد مزود به الموقع الإلكتروني للطالب في وقت لاحق. أيضاً، لن يحق ولي الأمر استلام جهاز جديد إلا بعد تسليم الجهاز المستعار سابقاً، مع العلم ضرورة تسليم الجهاز المستعار باسم الطالب الذي تم استلام الجهاز باسمه. مواعيد تسليم الأجهزة للمدرسة كالتالي: طلاب الصف الخامس يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، من الساعة 1:30 ظهرا حتى الساعة 3:30 عصرا. طلاب الصف السادس يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، من الساعة 3:30 ظهرا حتى الساعة 4:30 عصرا. طلاب الصف السابع يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر، من الساعة 4:30 ظهرا حتى عصرا الساعة 5 عصرا.
يرجى من جميع الأهالي الالتزام بالمواعيد المحددة. أبنائي وبناتي الطلاب، وأخيراً أتمنى لكم أن تقضوا أسبوع مليء بالمتعة والتشويق والاستفادة. مع السلامة.